احنا من دقائق معدودة وقعنا عقدين مهمين جدا في هذا الإطار، يدخلونا ويدخلوا ميناء اسكندرية بالتحديد وميناء السخنة في هذا الموضوع الهام جدا، أو عن طريقهم إن شاء الله يبقى دول مشاركين مشاركة كبيرة جدا زي ما هنحكي دلوقتي وزي ما هنقول في إزاي بتطوير هذه المواني الاثنين دول بالتحديد، وبعض المناطق اللوجستية في الظهير بتاعهم نقدر فعلا نصل إلى الهدف المنشود والمحدد لينا بتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 21 في ميناء اسكندرية، بأن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات باستغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين واعتمادات مالية مصرية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك في إطار مواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي. واتساقا مع هذه التكلفات لوزارة النقل باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجستي المتكامل اللي إن شاء الله بإذن الله هيربط بينه القطار الكهربائي السريع اللي تم تنفيذه خصيصا، أو من أهم أهدافه هو الربط بين الاثنين من دول عشان نخلق فعلا محور لوجستي متكامل، طبعا بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو الهيئة الاقتصادية لقناة السويس. تم البدء في تنفيذ، بمجرد أن تم البدء في تنفيذ البنية الأساسية تم فورا البحث عن مشغل عالمي كبير بهذا الحجم يتناسب قدراته مع حلمنا وما نتمناه في مصر. فتم التنسيق مع مشغل محطات الحاويات العالمي الأول في العالم الذي يضم شركات تحالف هاتشسون بورد وكبرى شركات الشحن العالمية سواء MSC أو CMA أو كوسكو، ونتج عن هذا التنسيق قيام وزارة النقل بالبدء في استكمال كافة الإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم المحطة. تاني، فقط مصر بتبني بشركاتها وبأموالها البنية الأساسية بالكامل. التحالف العالمي القوي اللي تحالفنا معاه هيبني ويشغل ويدير ويصين البنية الفوقية طول فترة الالتزام ثم يعيدها تاني إلى مصر إن شاء الله بإذن الله. في استكمال هنكمل، مش عايزين يكملوا، نتمنى أنهم إن شاء الله يكملوا بإذن الله. يبقى منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات واحدة في ميناء الدخيلة على رصيف 100 واثنين في ميناء السخنة. ليه بنقول اثنين في ميناء السخنة؟ لأن في محطة 1.2 كيلو ثم يعقبها محطة أخرى 1.4 كيلو متعاقدين على المحطين في وقت واحد، ولكن دي لها توقيت إدارة وتشغيل ودي لها توقيت إدارة وتشغيل، عشان كده بنفصلهم وبنقول محطتين. وقد صرعت وزارة النقل باتخاذ واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، حيث قامت بالحصول على موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنفيذ المشروعين، وتمت مراجعة الاتفاقيات من قبل اللجنة الثالثة بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ومراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة لمشروعي قانوني منح التزام المشار إليهما، كما تم الحصول على موافقة كل من الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية، وزارة الدفاع، جهاز المخابرات العامة، قطاع الأمن الوطني، وزارة الخارجية، كل الجهات اللي مفروض نستطلع رأيها استطلعنا رأيها وخدنا موافقتها بعد موافقة مجلس الوزراء. العقد اتراجع في مجلس الدولة
راح مجلس النواب، راح مجلس النواب، كل الإجراءات القانونية، كل الإجراءات القانونية اللي مفروض تتعمل في عقد زي العقد ده تم تنفيذها بالكامل والاستفاء بالكامل. والنهاردة تتويج لكل الجهود اللي تمت في خلال الفترة اللي فاتت سواء من التحالف أو من وزارة النقل والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأود الإحاطة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سيرخها التحالف بمحطي الحاويات بميناء السخنة والدخيلة تقدر ب1.6 مليار دولار، تتمثل في إنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات الحاويات ضمن المحور اللوجستي السخنة الدخيلة، حيث ستقوم تلك المحطات بإضافة طاقة استيعابية لكافة المواني المصرية تقدر بحوالي 5 مليون حاوية مكافأة سنويا، وهو ما يمثل زيادة بمقدار ما يقرب من 50% من قدرة التداول لكافة المواني المصرية لتداول الحاويات، ويمكن ويمثل زيادة بمقدار 100% تقريبا من قدرة مواني الاستيراد والتصدير المصرية. كما يبلغ إجمالي أطوال الأرصفة بالمحطات الثلاثة 3.8 كيلومتر طولي، 2600 في السخنة زي ما قلت على محطتين، واحدة 1.2 و1.4 و1.2 محطة في الدخيلة. غاطس الاثنين، الغاطس 18 متر، ومساحة إجمالية 2.4 مليون متر مربع، 1.6 مليون متر مربع في ميناء السخنة، و8 مليون يعني 800 ألف متر مربع في ميناء الدخيلة. ده بيجعل المحطات قادرة على استقبال أكبر السفن العملاقة بأطوال تصل إلى 400 متر، وحملات حوالي 24 ألف حاوية مكافأة، وبتكلفة إجمالية حوالي 11 مليار جنيه. إحنا نفذناها 7.6 مليار جنيه في السخنة، و3.5 مليار جنيه بميناء الدخيلة. وعايز أقول إن دي بالأسعار القديمة، بالأسعار القديمة اللي إحنا بدأنا بيها في 2021. النهاردة لو إحنا بنعمل الكلام ده بنتكلف على الأقل من 2 لـ3 ضعف، على الأقل من 2 لـ3 ضعف، يعني سعر الكلام ده دلوقتي من 2 لـ3 ضعف اللي إحنا كنا اتكلفناه. ولكن في جزء طبعا لسه بيخلص دلوقتي، فهو برضو الأسعار زادت فيه، ولكن إن شاء الله ربنا وفقنا وخلصنا، وقريب أول نبدأ نسلم التحالف الموقع عشان يبدأ يشتغل في السكوب أو النطاق العمل بتاعه. تم تخطيط تلك المحطات لتستخدم أنظمة إدارة وتشغيل متطورة وآلية بالكامل تعتمد على تكنولوجيا التحكم عن بعد وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لضمان أعلى درجات الكفاءة في التشغيل لخدمة حركة ترانزيت العالمية. تبلغ قيمة العوائد المباشرة المتوقعة من المحطتين حوالي 5 مليار دولار للهيئتين سواء ميناء اسكندرية أو المنطقة الاقتصادية قناة السويس خلال مدة التعاقد اللي هي 30 سنة، وذلك بخلاف قدرة تلك المحطات على تحقيق مضاعفة قدرة تجارة الاستيراد والتصدير المصرية، كما تساهم بشكل مباشر بزيادة قدرة المدن الصناعية المتكاملة الحالية، حيث أن المحور اللوجستي يمر ضمن المناطق الصناعية بمدن السخنة، العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، السادات، برج العرب، العمري. هذا المحور بيربط بين 2 ميناء صحيح، ولكن بيمر تقريبا بكل المناطق الصناعية اللي منشأ جنبها مواني جافة ومناطق لوجستية في كافة أنحاء مصر تقريبا، فده محور لوجستي بامتياز. وهو ما يتحقق في ضوء أن تلك الشركات العالمية اليوم سيكون لها أثر كبير في زيادة قدرة ومساحة تلك المدن الصناعية، حيث أن الوزارة قامت بربط تلك المدن الصناعية عن طريق شبكة من المواني الجافة المرتبطة بتلك المحطات على البحر الأحمر والبحر المتوسط، سيجعل مصر قادرة على التوسع في خدمة حركة الترانزيت والاستيراد والتصدير بين الشرق والغرب. في النهاية فإن قدرة أي دولة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير شركات تنتج منتجات وخدمات قادرة على المنافسة على نطاق عالمي يرتبط ارتباطا جوهريا بمنظومة النقل البحري الداعمة للابتكار والتقنيات الحديثة، بما يوفر فرصا واعدة للنمو الاقتصادي وحوكمة الأنشطة البحرية، والذي ينعكس بالتبعية بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني. وهو ما يتحقق في ضوء تبني الدولة المصرية لاستراتيجيات طويلة المدى لتعزيز خطوات ثابتة نحو التطور البنية التحتية عن طريق تنفيذ مشروعات تكاملية
ضخمة في كافة قطاعات النقل البري والسككي والبحري والناري، وفي ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع بدعم وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بشكركم جميعا، وعلى رأسكم طبعا مستر إريك وشركاء اللي بيقودوا التحالف العالمي المحترم اللي احنا تحالفنا معاه، وربنا إن شاء الله بإذن الله يوفقنا ويوفقهم نعمل حاجة جيدة لبلدنا. أنا مش هتكلم كتير عن هاتشسون ولا عن MSC ولا عن CMA ولا عن كوسكو، هم أرقامهم هتتكلم عن نفسهم، والكلام ده كله أنا هديهولكو كوسائل إعلام ويبقى موجود عندكو. يكفي أنك تعرفوا أن هاتشسون بورت دي مشغل محطات الأول في العالم بحجم تداول للمحطات أو الحاويات في المحطات بتاعته 88 مليون حاوية مكافأة سنويا في محطاته فقط، 88 مليون حاوية مكافأة سنويا. لما ندخل 5 بتوعنا إن شاء الله يبقوا 93، وربنا يعني يزيدهم وتكتر وأكتر وأكتر، ونديهم محطات تانية عشان يقفلوا المية ويبقى قفلوا المية عندنا في مصر. متشكرين، وأسيب بقى الحديث لمستر إريك. Good afternoon. مساء الخير. Your Excellency Prime Minister Mabodi, Your Excellency Minister of Transport Erazi, Chairman of the Alexandria Port Authority Mr. Lahit, Chairman of the Suez Canal Economic Zone Mr. Walid, Distinguished guests, ladies and gentlemen. معالي السيد رئيس الوزراء، معالي السيد وزير النقل، معالي السيد رئيس هيئة الميناء ورئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، السادة الحضور. It is my great honor to be here today at the signing of the agreement for the development of the Neo Container Terminal in Sokla and the B100 in Alexandria. إنه لشرف عظيم لي أن أكون هنا اليوم عند توقيع بمناسبة توقيع اتفاقية امتياز تطوير منطقة قناة السويس، محطة حاويات جديدة في السخنة ومحطة حاويات بي100 في الإسكندرية. This is a momentous occasion. Not only is Hutchison Port investing in these terminals, we've also brought along three of the biggest shipping lines in the world, CMA CGM, Costco, and MSC to be our joint venture partner in this project. This is a first in our industry. هذه مناسبة بالغة الأهمية. لا تستثمر هاتشسون بورتس فقط في هذه المحطات فحسب، بل قمنا أيضا بجلب ثلاثة من أكبر خطوط الشحن في العالم، وهي CMA CGM، كوسكو، MSC، لنكون شركاء في مشروع مشترك الأول من نوعه في صناعتنا. Your Excellencies, we have invested in your great country since 2005 with our two terminals in Alexandria. Throughout the time that we have been here, there's been ups and downs, but we always feel welcomed. We have a very good experience here. Therefore, we're excited to be given the opportunity to continue to contribute to the economy of Egypt and be part of it. أصحاب السعادة، لقد استثمرنا في بلدكم العظيم منذ عام 2005 من خلال محطتينا في الإسكندرية. طوال هذا الوقت الذي كنا فيه في مصر كانت هناك تقلبات، لكننا دائما ما كنا نشعر بالترحيب ولدينا تجربة جيدة للغاية. لذلك نحن متحمسون لمنحنا الفرصة لمواصلة المساهمة في النجاح الاقتصادي لمصر والمشاركة فيه. Egypt has always been an important market for us. With a growing population of over 100 million, a young and dedicated workforce, and resilient economy, we are confident of the growth in container trade in Egypt.
لقد كانت مصر دائما سوقا مهما بالنسبه لنا، ومع عدد تزايد عدد السكان باكثر من 100 مليون نسمه وقوه عامله شابه ومتفانيه واقتصاد مرن، نحن واثقون من النمو في تجاره الحاويات الخاصه بها. The recent global pandemic and the conflict in Europe has created many challenges for all of us. However, I strongly believe that we are at a turning point and remain positive about a rebound in world trade. Egypt, a country sitting at the crossroads of world trade, connecting Asia to Europe with the Middle East and Africa, will benefit greatly from this rebound. لقد أوجد الوباء العالمي الأخير والصراع في أوروبا العديد من التحديات لنا جميعا، ومع ذلك أعتقد بقوة أننا عند نقطة تحول، وما زلنا إيجابيين بشأن انتعاش التجارة العالمية. ستستفيد مصر وهي دولة تقع على مفترق طرق التجارة العالمية وتربط آسيا بأوروبا مع الشرق الأوسط وإفريقيا بشكل كبير من هذا الارتداد. These two new terminals have been designed to have deep draft berths with state-of-the-art equipment to handle the biggest ships in the world. Furthermore, they will have on-dock rail facilities to handle rail freight, which is an important element to decarbonize the supply chain. Environmental considerations remain an important factor for us in the investment decision, and Egypt has set a very high bar in successfully hosting the COP27 summit last year, which we salute you. تم تصميم هاتين المحطتين الجديدتين بحيث يكون لهما مراسي عميقة مع أحدث المعدات الفنية للتعامل مع أكبر سفن حاويات في العالم. علاوة على ذلك، سيكون لديهم مرافق للسكك الحديدية في الرصيف للتعامل مع الشحن بالسكك الحديدية، وهو عنصر مهم لإزالة الكربون من سلسلة التوريد. تظل الاعتبارات البيئية عاملا مهما في قراراتنا الاستثمارية، وقد وضعت مصر معيارا عالميا لاستضافة قمة COP27 بنجاح هذا العام الماضي، ولذلك نحييكم بشدة. At Hutchison Ports, we believe investing in gateway ports and working closely with partners and stakeholders to deliver sustainable growth for the countries we invest in. We believe our success is tied to the success of the communities we serve. These two terminals will be no different, as we will be creating high-value added employment for the local communities. في Hutchison Ports, لتحقيق نمو مستدام للبلدان التي نستثمر فيها، نعتقد ونؤمن أن نجاحنا مرتبط بنجاح المجتمعات التي نخدمها. لن تختلف هاتان المحطتين، حيث سنعمل على توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للمجتمعات المحلية. In closing, I would like to express our gratitude to His Excellency President Sisi and the government of Egypt for their continued support. A special thank to His Excellency Minister Kamel for your confidence in us. We are proud to have the opportunity to work together to create value for all our stakeholders and contributable to economic success of Egypt. Hutchison Ports and our shipping lines, the partners, are looking forward to a fruitful partnership to deliver for the people of Egypt. Thank you. وفي الختام أود أن أعرب عن امتناننا لفخامة الرئيس السيسي والحكومة المصرية لدعمهما المستمر. شكر خاص لمعالي الوزير كامل الوزير على ثقته بنا. نحن فخورون بأن تتاح لنا الفرصة للعمل معا لخلق قيمة لجميع أصحاب المصالح لدينا والمساهمة في النجاح الاقتصادي لمصر. يتطلع شركاؤنا إلى شراكة مثمرة لتقديمها للناس ومن أجل خدمة شعب مصر. موانئ هاتشيسون هي رائدة شركات الاستثمار في الموانئ وتطويرها وتشغيلها في العالم، ولها شبكة عالمية شاملة لمحطات الحاويات تغطي 26 بلدا و52 ميناء. تسعى موانئ هاتشيسون الآن إلى جلب مهارتها وخبرتها وعلاقاتها التجارية إلى جمهورية مصر العربية بالعمل تحت رعاية وزارة النقل المصرية من خلال عقد حق دفاع لمحطتين جديدتين للحاويات
وهما بي 100 بمحطة الدخيلة بالإسكندرية ومحطة العين السخنة بالبحر الأحمر. مع المخطط الرئيسي لوزارة النقل للربط بين البحر والسكك الحديدية وعلى وجه الخصوص تطوير قطار ركاب وقطار شحن فائق السرعة في مصر، سيكون المنفذان الجديدان بمثابة المحور الرئيسي لممر اللوجستيات الجديد ويصلان إلى منطقة الشحن الرئيسية، وذلك لم يحدث من قبل. ستقوم موانئ هاتشسون بتنفيذ التقنيات الرائدة عالمياً في المحطات الآلية مع كل من التحكم عن بعد والتداول المستقل للحاويات. ستؤتي هذه الاستثمارات ثمارها مع زيادة إنتاجية السفن والإنتاجية النهائية للمحطة وبيئة عمل أفضل للموظفين. ستستخدم محطاتنا أحدث التقنيات المتجددة لضمان مسار سلس وفعال إلى صافي الصفر نت زيرو. بموقعها الاستراتيجي بالقرب من مركز الشحن الحالي بالإسكندرية عند مدخل ميناء الإسكندرية، فإن محطة بيميا بميناء الدخيلة في وضع جيد للاستفادة من البنية التحتية الحالية ومجتمع الشحن المتواجد منذ سنوات عديدة. ستتشارك موانئ هاتشسون مع شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة من جنيف MSC، أكبر خط شحن حاويات في العالم مع أكثر من 650 سفينة، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 4.5 مليون حاوية مكافئة. في عام 2021 تخطت إنتاجية MSC في مصر 600 ألف حاوية مكافئة. محطات حاويات الدخيلة الجديدة التابعة لموانئ هاتشسون بالإسكندرية سيبلغ مساحة محطتها 84 هكتاراً، 1200 متر للرصيف و18 متراً عمق الغاطس و9 رافعات رصيف و31 رافعة قنطرية، مع إجمالي استثمارات مقدرة ب 600 مليون دولار أمريكي. صممت موانئ هاتشسون المحطة الجديدة بالإسكندرية لتتعامل مع أكبر سفن الحاويات من أكبر خط ملاحي في المستقبل القريب. تشمل مناطق التحسين الأخرى واجهة مرورية لحركة المرور الحالية لتقليل التأثير العام على منطقة الإسكندرية والدخيلة، كما أن هناك المزيد من التكامل مع نظام تجارة متعدد الأطراف MTS ونافذة، مما سيؤدي إلى تبسيط عملية التجارة وتعزيزها لتعود بالفائدة على مصر. وأيضا نظام عمليات المحطة أنجن الخاص بنا، والذي تم تطبيقه في جميع محطاتنا الجديدة، مع التحسين المستمر والذكاء الاصطناعي سيحافظ على عملياتنا فعالة وأمنة. موانئ هاتشسون المحطة الجديدة بالإسكندرية ستقوم بتداول 1.6 مليون حاوية مكافئة سنوياً. موقعها الاستراتيجي في مدخل قناة السويس بطول الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، موانئ هاتشسون العين السخنة لديها القدرة على توفير روابط قوية مع بقية العالم والشركات عبر البحر الأبيض المتوسط وأوروبا والشرق الأوسط وجميع البلدان الآسيوية. ستنضم CMA وكوسكو إلى موانئ هاتشسون في هذا المشروع. CMA CGM فرنسا هي ثالث أكبر خط شحن حاويات في العالم مع أكثر من 550 سفينة و3 مليون حاوية مكافئة. وكذلك كوسكو للشحن الصين تعتبر رابع أكبر خط شحن حاويات بأكثر من 450 سفينة وقدرة استيعابية تزيد عن 2.8 مليون حاوية مكافئة. في عام 2021 مجتمعتان تمثل هاتين الشركتين بالفعل أكثر من مليون حاوية مكافئة تم التعامل معها في مصر. مساحة موانئ هاتشسون بالعين السخنة ستبلغ 156 هكتاراً بطول رصيف 2600 بعمق غاطس 18 متراً، باستثمارات أولية تقدر ب 600 مليون دولار في المستقبل القريب. ستكون العين السخنة قادرة على تداول أكبر سفن الحاويات في العالم. في المرحلة الأولى نخطط لبدء تداول الحاويات في المحطة من المرسى الشرقي ابتداء برصيف بطول 1200 متر مساحة 72 هكتار لتخزين الحاويات، 10 رافعات رصيف و35 رافعة قنطرية بإطارات منطقية لتحقيق أفضل حركة من وإلى الرصيف. عند وصول المرحلة الأولى إلى طاقتها التصميمية يمكننا البدء في إنشاء المرحلة الثانية.
بالنسبة للمرحلة الأولى نحن نقدر أنه يمكن زيادة سعة تداول الحاويات بشكل كبير إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة. سيتم تجهيز المرحلة الأولى ببوابة جديدة لإنشاء واجهة ميناء لعملاء المحطة الحاليين والجدد ونظام توزيع كهربائي جديد لدعم الآلات الثقيلة المستعملة في العمليات البحرية ونظام حاسوب وشبكة حاسوبية جديدين، وذلك من أجل تحسين كفاءة العمليات وسلامتها وأمنها. كما يمكن توفير مساحة مجاورة لدعم مختلف العمليات المتصلة بالعملاء مثل الشاحنات والتوزيع والتخزين، مما يزيد من جاذبية المحطة. مصر هي محور استثماري مهم لمواني هاتشسون منذ أكثر من 15 عاما مضت. إن مواني هاتشسون متحمسة جدا لهاتين الفرصتين الفريدتين للغاية للتطوير، ونحن ملتزمون برفع دور الميناءين والدمج الكامل لميناءي موانئ هاتشسون الإسكندرية الجديدة B100 وموانئ هاتشسون العين السخنة في شبكتها العالمية، وبالتأكيد تأمين مكانة جيدة لمصر على خريطة التجارة العالمية المستدامة. تقدر موانئ هاتشسون البيئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية، وهي حريصة على الاستفادة من خبراتها في البلاد الأخرى لدفع الاقتصاد المصري وحياة المصريين قدما. رؤية 2030 تهدف استراتيجية التنمية المستدامة تحت القيادة العليا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تحقيق الريادة الإقليمية لمصر مع تحسين نوعية الحياة لجميع المصريين. ستنال مواني هاتشسون فائق الشرف بمشاركة وزارة النقل المصرية بالمساهمة بكل ما في وسعها لتحقيق هذه الاستراتيجية. مواني هاتشسون شريك استثماري طويل الأجل لمصر منذ عام 2007. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's my honor to be here to make a short presentation to you, just to give you supplementary information about the video that we've just shown to you. مساء الخير السادة الحضور. إنه لشرف لي أن أكون حاضراً اليوم لأقدم لكم presentation عن مكمل للفيديو الذي تم عرضه من قليل. Hutchison Ports is now the biggest independent terminal operator in the world. Our history could be dated back all the way to the end of the 19th century. And it started 1969, we started to diversify into the container handling business. And right now, we are having 53 ports in 25 countries. Now, on screen, it shows that we have only 51 ports. It's because we just added two new projects here. يرجع تاريخ تعتبر مواني هاتشسون من أكبر مطور ومشغلي الموانئ في العالم، المحطات الحاويات في العالم، ويرجع تاريخ هاتشسون إلى نهاية القرن 19، وفي العام 1969 بدأنا ننوع نشاطنا إلى نشاط ونقل الحاويات وتداولها. والآن لدينا بورتفوليو مكون من 53 ميناء في 25 دولة، محطة في 25 دولة في العالم، لأننا قمنا بإضافة ميناءين جديدين في مصر. And we have presence in every continent in the world nowadays. ونحن لنا حضور في جميع قارات العالم اليوم. And for the past 28 years, we are having a cumulative annual growth rate of 9% in terms of volume handled.
وفي خلال العشرين عاماً الماضية لقد حققنا 9% من نشاط اقتصادي تراكمي CAGR. And in year 2022, we have handled a total of 85 million TEUs, which represents roughly 10% of the world global containers trade. وفي العام 2020 تداولنا إجمالي 8.5 مليون حاوية مكافئة وذلك يمثل 10% من نسبة تداول تجارة تداول الحاويات في العالم. In Egypt, we are not new here. We had our terminal since year 2005, and it marks our 18th year now in the country. شركة هاتشسون ليست بجديدة في مصر. لقد بدأنا أعمالنا وتجارتنا في بشركة EICT إسكندرية لمحطات الحاويات الدولية في عام 2005، وهذا العام يمثل العام 18 لنا في مصر. And we will be having a total of 4 terminals in the country, 3 in Alexandria along the Mediterranean Sea, and another one in Sokhna along the Red Sea. وسوف يكون إجمالي المحطات لنا في أنحاء مصر 4 محطات: محطة في السخنة على سواحل البحر الأحمر، وثلاث محطات في الإسكندرية في البحر المتوسط. And with such a comprehensive terminal network in the country, we are confident that we will be able to deliver a superb services to serve the local shippers and consignees and also importers and bring value to the logistic chains in this country. وبوجود هذه الشبكة المتصلة نحن واثقون من تقديم خدمة ممتازة لخروج ودخول البضائع إلى مصر وتسهيل عملية التجارة للمستوردين والمصدرين. Now, with a total investment of over $1.6 billion, covering the concession period, Hutchison Ports and our shipping lines partners are very confident in the economic development of Egypt. ويصل مجموع الاستثمار في هذين المشروعين الجديدين إلى $1.6 billion منقسمة على فترة عقد حق الانتفاع. وسوف نأتي بأكبر 3 شركات ملاحة في العالم ولدينا ثقة تامة في مستقبل التطور الاقتصادي في مصر. And we assure that this investment is going to open a new door to the other foreign direct investment into the country. وسوف يفتح هذا الباب مجالا للاستثمارات الجديدة في مصر. Our shipping lines partners are all the biggest shipping lines in the world. MSC, which is based in Switzerland, is having a total handling capacity of over 4.7 million TEUs, and is now the biggest shipping line in the world. شركائنا من خطوط الملاحة MSC والتي أنشأت في إيطاليا ومقرها في سويسرا ولديها قدرة استيعابية أكثر من 4.7 مليون حاوية مكافئة وهي تعتبر الآن من أكبر خطوط الملاحة في العالم. CMA-CGM, a French-based shipping line, is having more than 3 million TEUs handling capacity, and it is now the third largest shipping line in the world. شركة CMA-CGM, شركة ملاحة فرنسية, وتصل قدرتها الاستيعابية إلى 3 مليون حاوية مكافئة, وتعتبر بذلك من ثالث أكبر خطوط ملاحة في العالم. COSCO, which is now having 2.9 million TEUs handling capacity, which is now the fourth largest shipping line in the world, and it's a China-based company. COSCO, وهي شركة صينية خط ملاحي صيني لديه أكثر من 2.9 مليون حاوية مكافئة وهي رابع خط ملاحي في العالم. HPH, together with our shipping lines partners, are going to bring additional value to the company to the country's logistic chain. وسوف توفر شركة هاتشسون مع شركائها من خطوط الملاحة إضافة قيمة مضافة إلى الخدمة اللوجستية في مصر. Hutchison Ports is also bringing our state-of-the-art technology to the company. We are a pioneer in the container terminal automation. وسوف تجلب شركة هاتشسون تطبق النظام
الأوتوماتيكي لمحطتها وسوف تجلب المعدات الفنية المتكاملة لخدمة هذا الغرض. ECT, our terminal in Netherlands, is actually the very first automated terminals in the world. They all back to 1993. وتعتبر محطة ECT أو المحطة آلية مميكنة في العالم منذ عام 1993. And we haven't stopped there. We are now developing, and it's already proven that we could leverage, we could deploy autonomous truck in our terminal. ولم نقف عند هذا الحد ولكن سوف تزداد عدد محطاتنا التي تعمل بصورة مميكنة كاملة وسوف نجلب هذه التكنولوجيا الحديثة لمحطتنا الحديثة بمصر. With the high degree of automation, we are going to bring about efficiency, additional efficiency to the logistics chain. وبمحطة مميكنة سوف تزداد الفاعلية لتشغيل المحطات. And this efficiency will be passed on along the logistic chain to the end user and benefit the people in the country ultimately. وهذه الفاعلية سوف تترجم وتنتقل إلى سلسلة اللوجستيات حتى تصل إلى المستخدم ويستفيد منها الاقتصاد المصري. Last but not least, Hutchison also committed to the net zero target by 2050. وأخيراً وليس آخراً تسعى هاتشسون للالتزام بتحقيق نت زيرو تارجت في عام 2050. And we are targeted our best endeavor to develop to bring a better world to our next generation. ونحن نسعى لتطبيق هذه التكنولوجيا لجلب عالما اقل تلوثا للاجيال الجديده. And that's all for my presentation. Thank you very much. اشكركم على استماعكم. شكرا لحضرتك جزيلا يا فندم. شكرا لحضرتك.